من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول: كان يسوع بعد ذلك يتجول في الجليل ولا يشاء التجول في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون قتله. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يشاهد تلاميذك أيضا الأعمال التي تصنعها، فلا أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يبتغي الظهور. إن كنت تصنع هذه الأعمال فأظهر نفسك للعالم. لأن إخوته أنفسهم ما كانوا يؤمنون به، فقال لهم يسوع: ما حان وقت بعد، أما وقتكم فهو حاضر في كل حين. لا يقدر العالم أن يبغضكم، لكنه يبغضني، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد، وأنا لا أصعد إلى هذا العيد، لأن وقتي ما تم بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما صعد إخوته إلى العيد، صعد هو أيضا لا ظاهرا بل في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين هو ذاك؟ وكان في الجمع تهامس كثير في شأنه. كان بعضهم يقول: إنه صالح، وآخرون يقولون: لا، بل إنه يضلل الجمع. وما كان أحد يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. حقا والأمان لجميعكم.